السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من برنامجكم الصباح رباح. نسمع وبدناكم مع فقرات ومواضيع مميزة وملونة، خلونا نتابع أبرزها. عن نابي المناظرات في سلوفينيا، العناية المركزة في حمد الطبية، المميزات والحوافز في السياحة، مشاهدينا ومستمعينا من عناوين حلقتنا إلى عناوين جرائدنا الصادرة الصباح اليوم. عندنا الجريدة الأولى هي الشرق والخبر الأول في الشرق والتحديد محليات الشرق. صاحب السمو يهنئ الرئيس التركي بفوزه في الانتخابات الرئاسية. أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا مساء أمس مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، هنأه فيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية متمنيا له دوام التوفيق والسداد وللشعب التركي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. مشاهدينا عندنا الخبر الثاني من الشرق وأيضا في محليات الشرق، نائب الأمير يفتتح معهد الدراسات الجنائية وثلاث نيابات متخصصة تشمل الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب وأمن الدولة وغسل الأموال. عندنا أيضا الخبر الثالث من الشرق، 6508 مراجعين استفادوا من الخدمة و184 منهم من دول الحصار. دكتورة هيام السادة خطة لزيادة عدد الأمراض الوراثية على قائمة الفحص ما قبل الزواج، ومؤسسة الرعاية تخصص 7 عيادات للفحص ما قبل الزواج. وننتقل للجريدة الثانية وهي الوطن والخبر الأول في الوطن، تأسيس أول فرع للجمعية الكيميائية الأمريكية في قطر بجهود من جامعة قطر وتكساس. والخبر الثاني من متابعات الوطن، إعلان نتائج الثانوية العامة غدا بعد اعتمادها من قبل وزير التعليم والتعليم العالي مدير مدارس وفرنا الأجواء النفسية والمعنوية التي تؤهل للطلاب لتحقيق نسب نجاح عالية. نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني ستكون أفضل من الفصل الأول. ونروح للخبر الثالث من الوطن، التنمية الإدارية تطلق برنامج الابتعاث الحكومي 2185 فرصة للطلاب و162 تخصصا. تقييم جيد جدا، شروط الابتعاث للموظفين، وهناك قائمة تبين جهات التوظيف الخاصة والخاضعة لبرنامج الابتعاث الحكومي في متابعات الوطن صفحة رقم 8، مشاهدين إذا حابين تطلعون عليها. وننتقل للجريدة الثالثة وهي الراية والخبر الأول في الراية، انطلاق الدراسة لصيف 1 و2 بالجامعة أول يوليو، إلغاء الفصل الصيفي 3 لتوحيد مواعيد الدراسة والإجازات. نروح للخبر الثاني، تعريف أطباء المستقبل بالاستخدام الفعال للمضاد الحيوي عبر متابعة حالة مريض لرجل يبلغ من العمر 51 عاما. عندنا الخبر الثالث من الراية، برنامج الكشف عن ضعف السمع لكبار السن وفق فوق 65 عاما، مصدر طبي بمركز السمع والتوازن للراية، الفان مراجع شهريا والتركيز الأكبر على حديثي الولادة. نروح للجريدة الرابعة وهي العرب، والخبر الأول في العرب، أول مؤسسة رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وغرب آسيا حمد الطبية تحصل على شهادة التميز العالمية. عندنا الخبر الثاني من العرب، كلية الشرطة والتعليم تطلقان برنامج ضابط الغد للطلاب الابتدائية، تمديد فتح باب التسجيل من سن 10 سنوات. ونروح للخبر الثالث من العرب، الرياضي الوفد القطري يواصل رصده لفعاليات المونديال.
والجريدة الخامسة هي الأوسيل، والخبر الأول في الأوسيل. العدل توفر خدمات جديدة لإنهاء المعاملات وحجز المواعيد مسبقاً لتطوير أنظمة الأداء وكفاءة الخدمة المقدمة للجمهور. والخبر الثاني من لوسيل، انطلاق مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة نوفمبر المقبل بإذن الله تحت رعاية وزير الاقتصاد وشعار نحو اقتصاد موثوق. والخبر الثالث من لوسيل والأخير مشاهدينا من جرائدنا الخمس، المؤشر العام يعاود اختراق مستوى 9000 نقطة. عندنا 4.8 مليار ريال مكاسب الرسملة في افتتاح تداولات الأسبوع. هذه كانت آخر علوم جرائدنا. مشاهدينا ومستمعينا، خلونا ننتقل حق أخوي سلطان النعيمي مع من مؤسسة حمد الطبية. صبحكم الله بالخير أعزائي المشاهدين ومستمعين قناة الريان، متواجدين معاكم في مستشفى حمد العام. اليوم بنتناول فقرتنا الصحية الكثير من المواضيع عن العناية الطبية المركزة، والحديث أكثر معانا الدكتور إبراهيم فوزي مدير العناية الطبية المركزة بمؤسسة حمد الطبية. يا هلا ومرحبا فيك يا دكتور. حياك الله سلطان، تشرف فيكم وشكرا على استضافتنا في هذا البرنامج المثير. الله يسلمك دكتور. قل لنا عن قسم العناية الطبية المركزة في حمد والخدمات اللي يقدمها. قسم العناية المركزة في حمد، العناية المركزة كمنظومة تعتبر خط الدفاع الأخير في المستشفى. عندما تسوء حالة المريض وتفشل العلاجات الأولية في الأقسام الأخرى يستعينوا بقسم العناية المركزة. قسم العناية المركزة يتكون من وحدة طبعا موجودين فيها فريق طبي متكامل، ويستعمل أحدث الأجهزة الطبية لدعم الأجهزة عندما أجهزة الجسم عندما تفشل، دعم الرئة، دعم جهاز القلب، دعم جهاز الرئة، الكلى، دعم جميع الأعضاء الحيوية عند الفشل حتى يتم السيطرة على المرض. نستقبل في قسمنا هنا في مستشفى حمد تقريبا ما يعادل 1000 حالة سنويا على مستوى دولة قطر في مجموع مستشفيات حمد الطبية، ما يعادل 9000 حالة سنويا على معظم العنايات المركزة في قطر، ونسبة النجاح الحمد لله كبيرة، أكثر من 80% يتحسنوا ويطلعوا خارج المستشفى الحمد لله في حالة جيدة. دكتور الحين قل لنا عن حدثنا عن وحدة العناية المتنقلة، وإلى أي حد ساهمت هذه الوحدة في إنقاذ حياة العديد من الأشخاص؟ وحدة العناية المتنقلة هي شيء جديد حديث بدأنا في مستشفى حمد من أكثر من سنة، وهي لا ننتظر حتى حالة المريض تسوء حتى يأتي العناية المركزة، لكن نتتبع الحالات الحيوية لكل المرضى داخل المستشفى، وإذا بدأت علامات التأثر أو التدهور تظهر كوننا فريق متخصص يذهب إلى المرضى في أماكنهم ويعمل لهم ترتيبات لكل وظائف الحيوية بحيث لا تتدهور حالتهم أكثر، وإذا تدهورت وكان عدم توفر أسرة للعناية المركزة لا ننتظر حتى يأتي الدعم، يأتي دعم كامل، يذهب فريق متخصص من العناية المركزة مع جميع الأجهزة اللي نستعملها في العناية المركزة، ولكن نذهب فيها إلى المريض بحيث المريض نفسه ما يتحرك ويتم الدعم حتى ترتيب له سرير في العناية المركزة. في الماضي كان يتأخر لو السرير متجاهز أو يأخذ بعض الوقت، يكون المريض في فترة ساعة أو أكثر من الوقت لا يأخذ الدعم الكافي، فهذا يؤدي إلى تدهور أكثر في الحالة. فإحنا عشان نوقف هذا التأخر ذهبنا مباشرة إلى المريض في مكانه حتى نقدم له الإسعافات المطلوبة حتى نحصله سرير في العناية المركزة. دكتور الحين تم مؤخرا اختيار 3 من المختصين في حمد الطبية بين 20 مختص حول العالم لتأسيس علم تدريب لجهاز دعم القلب الصناعي، لو توضح لمشاهدينا هذا الإنجاز. طبعا إنجاز كبير جدا. السؤال الأول، ما هو جهاز دعم القلب والرئة الصناعي؟ نسميه Extra Corporeal Membrane Oxygenation. هذا جهاز حديث، عندما يفشل القلب كليا أو تفشل الرئة كليا نركب أنابيب داخل جسم الإنسان بحيث نخرج الدم كليا، جميع الدم خارج الجسم، ويحصل في أكسدة
أكسجين يدخل، ثاني الأكسيد الكربوني يطلع، ثم يرجع إلى الجسم مرة ثانية. فهذا مثل ما تقول قلب صناعي أو رئة صناعية تشتغل مكان القلب والرئة. في سنتر معينة في العالم بدأت التجارب هذه، وبعدين تطورت إلى أبحاث، وتطورت إلى شيء أساسي في المراكز الصحية الكبرى. في مستشفى حمد بدأنا البرنامج 2014، وتطورنا فيه بدرجة كبيرة حتى أصبحنا من أفضل السنترز حول العالم. ومن شهر 5 تفوقنا وأخذنا الجولد ليفل، سميها Excellence in Life Support Gold Level. هذه درجة مرتبة عالية مستشفى حمد اكتسبتها، أول سنتر في الشرق الأوسط في آسيا وأفريقيا يحصل إلى هذه المرتبة. فهذا فضل كبير الحمد لله. وبما تطورنا كبير في هذا المجال، في 20 تقريبا World Expert يعيدوا ترتيب كيف ندرس هذا العلم، وبفضل الله اختاروا 3 من أنا واحد من الفريق الطبي، ومعايا دكتور علي وبروفيسور قيام في نفس المجال، نمثل آسيا وأفريقيا مع أعضاء أخرى آخرين من أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى. فيعتبر طبعا فخر لنا أن نكون في 3 من قطر في هذا المجال الحمد لله. والشيء الآخر طبعا أن نتائجنا ممتازة الحمد لله. تقريبا عملنا حتى الآن ما يقارب 100 حالة في آخر 4 سنوات، ونسبة نجاح الحمد لله 75% مقارنة بمعظم المراكز الأخرى اللي نسبة نجاحهم تكون أقل من 50%. فهذا يعتبر تطور ملحوظ الحمد لله في العناية في قطر وفي حمد الحمد لله. دكتور، الحين وصلتم إلى مستوى عالي من التدريب، تدريب الكوادر، وهل تقومون بتدريب كوادر خارج قطر؟ نعم، دربنا فرق مختلفة من أنحاء مختلفة من العالم. 2017 كان أول كونفرنس عملناه في الدوحة، وجانا يمكن أكثر من 40 ناشوناليتي من دول ما كنا نظن هم بيأتوا، من اليابان، من الصين، من غانا، من نيجيريا، من تشيلي، من البرازيل، من أوروبا وأمريكا، فمن جميع أنحاء العالم. والحين فريقنا الطبي يذهب للتدريب. من شهر 5 ذهبنا إلى تشيكوسلوفاكيا، تشيك ريبوبليك، في براغ كان في مؤتمر طبي، ودعوا فريقنا الطبي لتدريب كوادر أوروبية. تعاوننا مع أخواننا في الكويت، ونتعاون في عمان ودول أخرى، تعاملنا معهم في التدريب الحمد لله، وسمعتنا جيدة جدا الحمد لله في التدريب الطبي في جهاز دعم القلب ودعم الرئة. دكتور، لو تقول لنا عن طموحاتكم وخططكم المستقبلية. طموحاتنا كبيرة الحمد لله، لكن نحن نفكر أكثر في البحث العلمي، كيف نطور نفسنا في البحث العلمي، بحيث من ناحية الدعم الإكلينيكي ومساعدة المريض، هذا الحمد لله جانب تفوقنا فيه. لكن البحث العلمي كيف نكتشف أشياء جديدة ونساعد البشرية في هذا العلم، فهذا التركيز في الوقت الحالي منظومة البحث العلمي. ونتعاون مع سنتر في فرنسا لابيتيه، وفي أستراليا ملبورن ألفريد سنتر نتعاون معهم، وفي أمريكا طبعا في كولومبيا برسبيتريان تيم، بحيث نشارك معهم في الأبحاث العلمية، بحيث نطور هذا العلم إلى درجة أعلى من الموجودة حاليا. الله يعطيك الصحة والعافية يا دكتور، وجزاك الله خير. الله يحييك، وجزاكم الله خير، سعيدين جدا باستضافتكم، وكل عام أنتم بخير إن شاء الله. وأنتم بصحة وسلامة. ناس ما تشوفون أعزائي المشاهدين، كان معنا الدكتور إبراهيم فوزي، مدير العناية الطبية المركزة بمؤسسة حمد الطبية. هذا كل عندنا، ونرجع لكم مشاهدينا موضوعنا الحواري الأول مع إعلامية مميزة دخلت مجال السياحة والفندقة، ولكن بعد الفاصل انتظرونا. Thank you.
مشاهدينا، قبل الفاصل أعلننا عن جلستنا الحوارية الأولى، هي مع إعلامية وصوت قطري أبدع في إذاعة قطر ومقدمة برنامج وطن الحبيب صباح الخير، واليوم نتعرف عليها بصورة أخرى أيضا، طبعا لا تقل أهمية من المجال الإعلامي، ولكن مجالا يمثلها ويمثل كل قطرية كتحدي جديد من أهم المجالات السياحة والفندقة. وصرنا نستضيف اليوم بتماضر الحر، يا هلا ومرحبا بس اليوم معنا. يا هلا ومرحبا فيكم، ويعطيكم العافية على هذه الاستضافة وأشكركم. يمكن قناة الريان بيتي الثاني، أول لقاء كان لي في قناة الريان، واليوم أنا ثاني مرة أظهر معاكم. هذا شرف لنا ووجب علينا أختي، أنت دائما مبدعة أساسا. الله يسعدك حبيبتي. بغينا نسأل، دخلتي مجال الفندقة والسياحة، أنت الحين مديرة تنسيق في فندق شيراتون الدوحة. كيف تنظمين وقتك ما بين مديرة تنسيق في فندق شيراتون الدوحة وأيضا إعلامية وأم في نفس الوقت؟ أولا مديرة التسويق، أنا تدرجت في فندق شيراتون الدوحة، ما بديت كمديرة تسويق، أنا كنت في إدارة الفعاليات في قسم إدارة الفعاليات، بعد ذلك انتقلت إلى التسويق. أنا أصلا تخصصي الدراسي إدارة فندقة دولية، إدارة فعاليات، أنا متخرجة من جامعة ستندن قطر اللي العديد من الناس يعرفونها باسم الجامعة الهولندية، فهذا تخصصي الدراسي، لذلك أنا أعمل في مجال الفندقة. موضوع الإذاعة والإعلام هذا شيء أنا أحبه، ومن الجميل جدا أن إحنا ننمي هواياتنا ونستثمرها بالطريقة المناسبة اللي إحنا نقدر أيضا نستفيد منها. صحيح. أنا أسميه استثمار للوقت، وليس أني أنا عندي أكثر من الكثير من الناس تسألني شلون تقدرين توفقين بين العديد من المهام عندك. أنا أشوف أن أنا قاعدة أستثمر وقتي، حلو أن أنا عندي هواية نميتها اشتغلت فيها. صحيح. وأبدعت فيها، أحسن بكثير من أني أنا أضيع وقتي وأنا قاعدة ولا مشغولة بوسائل التواصل الاجتماعي أو مشغولة في أمور أخرى. أسميه استثمار للوقت. نعم هي هناك العديد من التحديات، لكن مع تنظيم الوقت وتحديد الأولويات بالتأكيد أنا قادرة أني أنا أقوم بالعديد من هذه الأمور بطريقة منظمة أكثر. نعم. يمكن العديد من الناس تسألني، أنا لما مثلا قدمت برنامج مساء الدوحة كنت أداوم دوامي الرسمي صباحا، وبعد ذلك في الفترة المسائية أروح للإذاعة وأقدم مساء الدوحة. لما انتقلت إلى برنامج وطني الحبيب صباح الخير، يعني أنا أشكر رب العالمين أني أنا موجودة في الشيراتون، لأن هناك تعاون وهناك دعم كبير من الفندق لأني أنا أقدر أني أنا أقدم برنامجي وأقدر أني أنا أكون في المجالين بنفس القوة. لذلك حلو أن احنا نكون في هذه المجالات اللي هي تخدم هواياتنا، تخدم ميولنا، تخدم تخصصاتنا. أنا أشتغل في تخصصي بنفس الوقت قاعد أشتغل بهواياتي. صحيح. وما في تضارب بين الاثنين. الله يوفقك إن شاء الله. الله يسعدك. بس حبيت يعني دعم فندق الشيراتون عشان نعم. تظهرين هذه الهواية عندك. لو بنتكلم عن هذا الدعم كيف كان؟ يعني للأمانة إيمان المدير العام بأن الموضوع ليس موضوع وقت وإنما موضوع إنتاجية. أنا عندي مهام معينة علي أني أنا أتمها، إذا أتميت هذه المهام فبالنسبة للمدير العام وبالنسبة لمديري المباشر أنا قمت بالواجب اللي علي. نعم. فهو ممكن أنا أقضي 8 ساعات، لكن 4 ساعات منها أنا مشغولة بوسائل التواصل الاجتماعي، أروح أشرب شاي أشرب قهوة، ضيعت وقتي ووقت أيضا العمل. لذلك لا، عندي مهام أنا أتمها وهم يعرفون أني أنا راح أتمها بالشكل المناسب، لذلك هم يدعموني في المقابل. يعني أنا وجه تحية للمدير العام أول ما كلمته في هذا الموضوع الأستاذ سعيد، قال لي لا بالعكس إحنا أول داعم لك. والله إحنا اللي نوجه له تحية صراحة. أيوة على هذا الدعم الكبير، يعني شيء جدا جميل ومفخرة للأمانة. يعني فندق شيراتون الدوحة أنا أفتخر أني أنا أشتغل فيه، لأن في كل الأحوال هم ما وقفوني في أي يوم من الأيام بسبب هواياتي، أو قالوا لي والله لا قعدي في الدوام كل هذه الساعات حتى لو ما عندك شيء بس تتمين الساعات. لا، هو إنتاجية. نعم. بما أني أنا أقوم بمهامي هذا معناته أن أنا قادر أني أنا أعمل الشيء اللي أنا أحبه. نعم. والله شيء جميل أن نسمع هذا التعاون الكبير. نعم. ما بين الإدارة أساسا والموظف للإنتاجية أكثر في مجال آخر. إذا بنتكلم عن هل الفنادق مكان محفز للانضمام والعمل فيه؟ نعم صراحة أنا يعني للأمانة أحزن أحياناً أن في قلة من القطريين في هذا المجال. أنا وجهت تحية للزماء اللي موجودين الآن في فندق شيراتون الدوحة، إحنا يعني تقريباً عددنا 5 موجودين، سواء في قسم المبيعات الخاصة بالأعراس وأيضاً موجودين في الاستقبال.
يعني زميلنا محمد موجود في الاستقبال، أخت فاطمة موجودة في التسويق الأفراح، موجودين هم، لكن قلة، إحنا قليلين. لذلك موجود التخصص في الدوحة، قادرين أن أنتوا تدرسونه في الدوحة، وهذه من التخصصات اللي دائما أنا أقول إن هي لا تنضب، هي مش تخصص حالي أو وقتي. ممكن أنا في يوم من الأيام ألقى نفسي بدون وظيفة لأن المصدر غير موجود، هو مصدر مستدام. السياحة بالنسبة للعديد من الدول، وأنا دائما أقول هذه الكلمة، هي المصدر الأول للدخل. نعم. فليش ما يتم استغلاله، خاصة أن إحنا فعاليات مقبلة جاية، وهذا التخصص موجود في قطر. إدارة الفعاليات هذا التخصص مطلوب، مش إنه هو مش مطلوب. 2022 هذا هدف، لكن ليس الهدف النهائي، هذه جزء من الفعاليات التي يجب أن تنظم في قطر، فما بالك بالعديد. فهو يعني هي مهنة المستقبل. نعم. لكن للأسف ما في العديد من الناس اللي تدرك هذا الأمر. نعم. وإذا بننظر بنظرة شاملة، هناك أيضا رؤية إحنا نسعى إلى تحقيقها 100%. أختي تماضر، إذا بنتكلم عن نقطة الفعاليات، أنت قلتي فعاليات، الصراحة في تنظيم الفعاليات هناك فعاليات أكيد عندكم، خصوصاً إحنا في الصيف الحين. كلمينا عن الفعاليات والعروض عندكم في أحد أكبر الفنادق وفندق شيراتون الدوحة. نعم، بخصوص العروض اللي موجودة الآن، يعني العديد من الناس تقدر إن هي تطلع عليها، سواء برامج التواصل الاجتماعي اللي إحنا موجودين فيها، موقعنا الرسمي اللي هو شيراتون غراند دوحة .com، تقدرون إن أنتم تحصلون كل هذه العروض. الآن إحنا عندنا عرض الصيف، وهو عرض يعني مميز، 1299 حق السويت و 999 حق الغرفة. أيضا هذا يعني بدون الخصم اللي موجود من كتارة. كتارة الآن أطلقت عن عروضها لشهر الصيف اللي يستمر حتى 31 من أغسطس القادم، 40% خصم لكل الفنادق سواء موجودة في الدوحة أو للخارج. يعني أنت الآن تقدر أن أنت تأخذ الخصم في الدوحة وتقدر تأخذه في الخارج. الناس اللي قاعد تخطط للسفر استفيدوا من هذه العروض اللي موجودة، تقدرون تتحققون منها من موقع كتارة الرسمي. أما الجانب الأول اللي ذكرتيه عن الفعاليات، فندق شيراتون الدوحة يفخر أنه هو ما شاء الله يعني الحاضن للعديد من الفعاليات الكبيرة في الدولة. نعم. إحنا نتكلم عن العديد من الفعاليات التي تنظم في الدوحة. إحنا نتكلم عن مثلاً في نوفمبر راح يكون معانا نتعاون مع البنك المركزي في فعاليات أمن وسلامة المعلومات. هناك مؤتمر كبير يحدث في كل عام من نوفمبر. إحنا نتكلم عن مؤتمر حوار الأديان. إحنا نتكلم عن في كل عام من شهر مارس يكون عندنا، ونفخر بأن إحنا ننظم يوم التميز العلمي. العديد من الفعاليات الكبرى تحدث في فندق شيراتون الدوحة، وهي بيئة خصبة للتعلم. لذلك أنا أتمنى أيضا من خريجي الجامعة الهولندية أو خريجي الإدارة أنهما يعني يستفيدون من هذه الفرص اللي موجودة، مثل هذه الفعاليات الكبيرة، تنظيمها، إدارتها، التخطيط لها والتنسيق لها أمر كبير. فإذا كانت يعني موجودة في الدوحة وانتم حابين أن تكونوا منظمين في المستقبل للفعاليات الكبرى الرياضية اللي راح تصير، استفيدوا من الفعاليات اللي الآن موجودة، حاولوا أن أنتم تنظمونها حتى لو كان عمل تطوعي. على فكرة يمكن العديد من الناس تسألني شلون تماظر قدرتي، شلون تماظر وصلتي، شلون تماظر عملتي. ترى أنا بديت بالتطوع، وأنا يمكن دائما أقول أن التطوع هو باب تقدرين تستفيدي منه، تصلين مهارات، تأخذين خبرات، تتعرفين على أشخاص. يعني دائرة المعارف عندك تتوسع بسبب التطوع. قادرة أن أنت تأخذين أجر، نعم، لما تكونين تشتغلين، وقادرة أن أنت تطوعين فتأخذين خبرة أكثر. نعم، وتحددين أهدافك. صحيح. قلتي لنا بديتي من التطوع. إي نعم. زين، قولي لنا كيف كانت هذه البداية؟ نعم، أنا بديت في التطوع من أيام جامعة قطر. أنا كنت سابقا في جامعة قطر أدرس، وبعد ذلك انتقلت إلى الجامعة الهولندية. كان شبكة الطلبة القطريين، أنا بديت معاهم أول عمل تطوعي، وهم أساس تعليمي للأمانة للعمل التطوعي، وهم الأساس اللي خلوني أحب العمل التطوعي. وللأمانة العديد من زملائي اللي كانوا إداريين في هذه الشبكة الآن هم أشوفهم قدوة. يعني الأستاذ نايف الإبراهيم، الأستاذ محمد حيدر، هذين الأساتذة اللي الآن صاروا مدربين ترسقلوا مهاراتهم عن طريق التطوع، عن طريق التعليم، عن طريق بذل الجهد للآخرين، عطوا الآخرين فصار المردود لهم أكثر. تعلمت منهم أني أنا كثير ما أعلم شخص ما أو أطور شخص ما، ترى أنا اللي أستفيد، مش الشخص المقابل لي. دائما العطاء جدا أجمل بكثير من الأخذ. فهذه تقدرين تقولين
البداية الجميلة اللي أنا أتمنى أن الكل يبتديها. تطوع قدر المستطاع، لو كان عمل بسيط أنت تعتقد أنه بسيط، شوف مردودة على الشخص المقابل لك، راح تتعلم منه، راح تشوف السعادة في عينه، راح تشوف التبادل الخبرات اللي بينكم، أنت راح تتعلم منه أكثر مما أنت تتعلم. نعم. تكلمنا عن دعم الأهل. نعم. دعم الدوام، قصدي إدارة فندق شيراتون الدوحة. خلينا نتكلم عن دعم الأهل والزوج وأيضا الأبناء، كيف كان؟ نعم، يمكن ما يعني ما بخفيك أن أي دخول لمجال من هذه المجالات هو تحدي للمرأة كل الأحوال، لأن عليك أن أنت تقنعين العديد من الجهات الخاصة فيك، يعني الأهل، العائلة، الأم، الأب، الزوج مثل ما ذكرتي، وتقبل أيضا الأبناء. يمكن أن أنت تخلينهم يتقبلون هذه الفكرة أمر صعب نوعا ما، لكن دائما أنا أقول أن الدعم يبدأ من المنزل. أنا لله الحمد يعني تربيت في عائلة هي دائما تدعم الشخص أو تدعم الإنسان فيها اللي يحب الشيء اللي يسويه. أنت حابة الشيء اللي تسوينه، أنت مقتنعة باللي أنت تسوينه، خلاص سوي، لأن أنت بتبدعين فيه. أمر غريب أنه مثلا يفرض عليك شيء ما أنت محبته، صحيح، لكن لله الحمد يعني أنا أمي أوجه لها أجمل تحية يا أمي، لو أنت قاعد تشوفيني الحين هي الدعم الأول لي. أمي دائما إن شاء الله. اللهم آمين. أمي دائما تقول لي الشيء تحبينه، أنت مقتنعة فيه، أنت تعرفين إذا هو صح أو خطأ، أنت قده سوي، توكلي على رب العالمين. الإنسان إذا حب شيء يبدع فيه صراحة. صراحة يعني الشيء أهم شيء إن أنت تحبينه، لأنك قادرة تستمرين فيه. صحيح. لو ما كنت تحبين الشيء اللي تسوينه بيجيك هذا اليوم اللي تحسين فيه إنك أخطأتي في كل حياتك. لذلك يعني في النهاية هذا مجالك، هذا الشيء اللي راح تشتغلين فيه يوميا لمدة 8 ساعات أو أكثر، لذلك خليك أنت الشخص اللي يختاره مو بالغير. يعطيك العافية أختي تماضر الحر، أنت من النساء صراحة التي يحتذى بهم. كلمة أخيرة توجهينها للشباب لدخول هذا المجال وأيضا لتحقيق أهدافهم وأحلامهم وطموحاتهم. نعم، أنا مثل ما ذكرت أهم شيء أن أنت تحب الشيء اللي أنت قاعدة تسويه، أهم شيء أن أنت مقتنع بالشيء اللي أنت قاعدة تسويه، لأن هذا هو مجالك اللي راح يستمر معاك طول الحياة. الدعم أنا أتمنى أن كل إدارة، كل مؤسسة تدعم موظفينها، لأن عن طريقك أنت كمدير أو طريقك أنت كمسؤول أنت قادر أن تحفز هذا الإنسان لإعطاء كامل طاقته، أو تخليه كل اللي يسويه هو أداء عمل ويخلص ساعاته ساعات دوامه ويروح بيتهم. لذلك هو يعني سلاح موجود عندك كمدير أو كمسؤول، هو سلاح موجود عندكم كأهل، أما أن أنتم تدعمون أهل عيالكم وتخلونهم يعطون قد ما يقدرون ويبدعون في اللي يعطونه، أو أن أنتم تحطونهم يكونون يعني تعيسين طول حياتهم. لذلك رسالتي للجميع، شيء مقتنع فيه، شيء تحبه ومؤمن فيه، على طول اسمع قرارك وكون واثق من قرارك واتخذ القرار. نعم. يمكن راح تلقى المعارضة لكن أنت قدها، بس أهم شيء ياخذ خطوة تجاه. صحيح. هذا الشيء اللي يبي. أختي تماضر الحر، مسؤولة في فندق شيراتون الدوحة وأيضا إعلامية في إذاعة إطار، يعطيك ألف عافية تواجدت معنا اليوم. الله يعافيك. والله يوفقك إن شاء الله حبيبتي. شكرا على هذه الاستضافة ويعطيكم العافية زملائنا. يعني العفو حبيبتي. مشاهدينا ومستمعينا ناخذكم في جولة داخل متحف الفن الإسلامي الذي يعد أحد أهم المعالم السياحية استقطابا للزوار في قطر، حيث يمتاز هذا المتحف الفريد بتصميم وديكور رائع ودقيق أيضا، إلى جانب محتوياته ذات القيمة المهمة والعالمية والتي تم جمعها بعناية من كل أنحاء العالم. نتابع مع بعض. يتميز مبنى متحف الفن الإسلامي بالأنماط الهندسية الخاصة بالفن المعماري الإسلامي التي تزين فضاءات المتحف وتبين ضخامة البناء، والذي يحمل في طياته جوهر الفن الإسلامي الأصيل. تعود مقتنيات وروائع متحف الفن الإسلامي المميزة إلى مزيج من حضارات المجتمعات المختلفة، تروي كل قطعة قصة رائعة عن أصولها.
أقدم القطع في متحف الفن الإسلامي هي صفحة من مخطوطة قرآنية تعود للقرن السابع على ورق البرشمان بخط حجازي شبه الجزيرة العربية. أما الأثمن فهو الصقر الذهبي المرصع بالجواهر والمطلي بالميناء في الهند خلال فترة الحكم المغولي في جنوب آسيا. الأبعد سفراً مزهرية تنتمي إلى مجموعة صغيرة من الأواني الزجاجية الزرقاء البنفسجية المطلية بالذهب والميناء المصنوعة في سوريا ومصر إبان الفترة المملوكية. وأكثر أعمال الترميم تعقيداً لوحة جص أثرية من بين ثلاثة لوحات تعود لحقبة السلاجقة في إيران خلال القرن الثاني عشر الميلادي. مشاهدينا ومستمعينا، مناظرات قطر راح نتعرف عليها ولكن بعد الفاصل، خلكم معنا. مشاهدينا، بهدف نشر ثقافة المناظرات في دولتنا الحبيبة ودول الجوار والارتقاء بمعايير النقاش المفتوح والحوار البناء بين طلابنا لبناء شخصية الفرد في المجتمع، نشاهد هذا التقرير عن مركز مناظرات قطر الذي يهدف إلى تقديم برامج تعليمية للمناظرات باللغتين العربية والإنجليزية. رؤية قطر هي رؤية حكيمة يسعى لها حكام قطر. تطور البلد ليست فقط في بناء العمارات والأبراج، وإنما في دعم هذه الكفاءات الوطنية. نحن من سنبقى، فيجب أن نعمل لهذا الوطن. الشباب ما زالوا في مرحلة المراهقة، الابن لا يهتم بشيء، فقط يهتم بالأيس كريم والشوكولات. يجب علينا أن نضع الخطط الرئيسية من الخبراء وبعدها يقومون بتطبيقها الشباب. ولهذا أنت تملك وجهة نظر غير تلك التي أمتلكها أنا، لأن قطر تحتاج إلى التغيير. إن التنمية البشرية لها أصول وقواعد، إذا حادت عنها حاد المجتمع كله. أنا أمنة منصور العلي، حبيت أني أدخل في مناظرات قطر. قطر عطتني الثقة بالنفس وشلون أوقف وأتكلم وأعطي رأيي، شلون أفكر من الجانبين السلبي والإيجابي، ما أفكر في الموضوع من جانب واحد. اسمي محمد علي فرج هادي المسلماني. أول مرة شاركت في مجال المناظرات كانت في مع المدرسة. بداية استصعبت الموضوع وشفت بأنه ما في أي يعني ميول له، ولكن أول ما شاركت عالم ثاني، عالم خيالي. شفت الموضوع جميل كثير، يعني مثل أقول لك شيء فذ يفيد المجتمع في تكوين الشخصية، ويفيد المجتمع أيضا في النقاش والجدال. بالنسبة للمجتمع يحتاج إلى التطور والتقدم. اسمي سلمان حسين الشمري، دخلت على مناظرات قطر لأني حسيت حالي أفضل التحاور والتناظر وفن المناظرة موجود في مناظرات قطر، فدخلت فيه. المناظرات تعلمك التحاور، كيف تتناظر مع شخص تفهم معه وتقنعه عن موضوع من المواضيع. يفيدني في حياتي المجتمعية، كيف أختلط مع المجتمع، كيف أتكلم مع المجتمع وأتحاور معهم وتناظر معهم.
اسمي وليد أنس وليد أحمد الهندي، دخلت على مناظرة قطر لأنمي مهارتي في إلقاء الشعر ومواجهة الجمهور وعدم الخوف منه والاستحاء. أهمية المناظرة بالنسبة لتنمية هوايتي مثلا معرفة طبقات الصوت من علو وانخفاض، متى أومئ بجسدي حتى تكون هناك لغة الجسد متناسقة مع لغة الصوت. مركز مناظرة قطر هو المركز الوحيد المعترف فيه في الشرق الأوسط، عنده عدة برامج من ضمنها تدريب الطلاب، أعد منظومة المناظرات بقوانين ولوائح تدرس بشكل مرتب للطلاب. لولا مدربين وخبراء لما وصلنا إلى هذه المرحلة، لما جلست أنت على هذه الطاولة وأصبحت تتكلم الدقائق وراء الدقائق لا ينقطع لك نفس. إصدار بعض الكتب من مركز مناظرات قطر، طبعا هناك في رؤية أن يساعد الطلاب في تطوير مهاراتهم في الخطابة والمناظرة والحوار وتقبل الرأي والرأي الآخر. ألم يتعلموا من هؤلاء الذين قبلهم وأصبحوا ينتجون إذا هم كانوا شباب ومنهم من لم يدخل المدرسة أيضا. أشكرك أنت قلت أن الخبراء هم شباب. مركز مناظرة قطر استضاف بطولة العالم للمناظرات، هذا أول مرة تصير بطولة المناظرات بعد في الشرق الأوسط. شعار المركز هو متناظروا اليوم قائد المستقبل، وهذا الهدف اللي يسعى له المركز. من أهم وأساسيات أهداف المركز أنه يخلق جيل، والجيل يكون يعني جيل متمكن في المناظرة. لما يكون عندك جيل واعي وجيل باستطاعته أنه يتخذ قرارات طبعا من خلال التدريبات اللي راحت في المناظرات ومتمكن من هذا الشيء، طبعا أكيد راح يفيد المجتمع. وأعتقد أن هذه تماشى مع رؤية الدولة 2030. مناظرات قطر ساعدتني على تنمية هوايتي، بعد ما كنت أكتب الشعر الآن أصبحت شيئا فشيئا ألقيه أمام الجمهور، وإن شاء الله في الأيام المقبلة سأقوم بإلقائه أمام حشد من الجمهور، وهذا ما أتطلع إليه. ومناظرات قطر هي اللي قاعد تخليني أوصل وأحدد حلمي في أني أكون طالبة شؤون دولية. المناظرة علمتني أني كيف أتكلم قدام الجمهور وشالت مني رهبة الجمهور بنسبة عالية، يعني بإذن الله راح أكون محامي، فالمحاماة تقريبا مرتبطة بهذا الشيء في المناظرات، فإن شاء الله أكون محامي. إن شاء الله بقدر المستطاع سأحاول أن أنمي نفسي وأن أطور نفسي لكي أفيد ويستفيدوا مني أيضا في نفس الوقت، وبأنشر هذه الثقافة. مشاهدينا ومستمعينا، في ذات السياق أعلن مركز مناظرات قطر عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن مشاركة عناب المناظرات باللغة الإنجليزية في معسكر تدريبي بجمهورية سلوفينيا استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للمناظرات مناظرات المدارس باللغة الإنجليزية التي ستقام في 17 يوليو بجمهورية كرواتيا. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا تكون معنا اليوم الأستاذة عاشة النصف رئيس قسم البرامج التعليمية بمركز مناظرات قطر. يا هلا ومرحبا بك اليوم معنا. مرحبتين، يا هلا، الله يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيك. صراحة نشوفكم مبدعين يعني خصوصا في مركز مناظرات قطر، داعمين الشباب أول بأول. بحمد الله، دائما ندعمهم إن شاء الله. الحمد لله إن شاء الله. كلمينا عن مركز مناظرات قطر وما تقدمه لجميع الفئات العمرية. أكيد إن شاء الله. مركز مناظرات قطر هو المركز الوحيد المهتم في مجال المناظرات في قطر وفي الشرق الأوسط أيضا. طبعا نقدم التدريب الكافي للطلاب أو لمنتسبي المركز حتى ما بعد المراحل الدراسية لتقويتهم في مهارات التناظر، الحجج والتفنيد وما إلى ذلك. طبعا فئة منهم غير اللي يأخذون الورش التدريبية يدخلون في منافسات مثل المنافسة اللي راح نتكلم عنها اليوم إن شاء الله، اللي هي بطولة العالم للمناظرات في اللغة الإنجليزية. برامج المركز طبعا تقدم باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدم لكل الفئات العمرية، نقدر نقول من المرحلة الابتدائية وصولا إلى المرحلة الجامعية، وتخطيناها بعد بحمد الله. صرنا نعطي ورش خاصة للمدرسين، ورش خاصة أيضا لأولياء الأمور أو لمن يرغب في معرفة المزيد عن المناظرات من المجتمع. نزيل، ماذا قدمتم في مركز مناظرات قطر للوصول إلى البطولات العالمية؟ الحمد لله، طبعا في المجالين باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية قدم الكثير
في هذا المجال. حديثنا اليوم طبعا عن الفريق المشارك باللغة الإنجليزية. من بداية المركز كنا نشارك في هذه البطولة العالمية، البطولة طبعا صار لها أكثر من 50 سنة عالميا، تقام كل سنة في دولة. من بداية المركز في 2008 طبعا نشارك باسم دولة قطر في هذه البطولة. في 2010 استضافت دولة قطر هذه البطولة لأول مرة في الشرق الأوسط، يعني تستضيفها دولة من دول الشرق الأوسط، وكانت طبعا هي البطولة الأكبر في تاريخها. بحمد الله طبعا كل سنة نشارك بفريق وطني، وإضافة للفريق الوطني الأساسي يكون في طلاب أيضا ناخذهم عشان يتعرفون على مجال المناظرات أكثر، ونهيئهم للمشاركة في العام اللي يكون بعده. نعم. الفريق عبارة عن كم شخص؟ 5 أشخاص. إنزين. وحين في مخيم أيضا في سلوفينيا. في سلوفينيا. كلمينا عن هذا المخيم وتهيئة الطلاب للمشاركة في البطولة. إن شاء الله. هو كل سنة طبعا أحد الدول تستضيف مثل مخيم تدريبي يسبق البطولة العالمية. هذا المخيم يهدف طبعا لتدريب الطلاب أكثر على المناظرة بشكل عملي، أن يتعرفون على بقية الدول، يعرفون يعني هما إذا ندربهم مثلا على مجال المناظرات هنا في قطر، يتناظرون مع الطلاب اللي بعد من قطر محليا، لكن لما يروحون مثل مخيم أو معسكر يكون عالمي يتناظرون مع دول أخرى قبل طبعا ما يوصلون للبطولة الأكبر، فتكون عندهم خبرة أكثر، يتعلمون أيضا من المدربين من الدول الأخرى، يأخذون ملاحظات اللي يقدرون عليها، يكون في تركيز أكثر على كيفية التناظر في بطولات بحجم أكبر كالبطولة العالمية. نعم. والمخيم عبارة شو الفترة الزمنية اللي بيكونون فيها؟ تقريبا 10 أيام راح يكونون في سلوفينيا. الفريق ينقسم إلى قسمين، القسم الأساسي هو الفريق الأساسي يتكون من 5 طلاب، وأيضا في 3 طلاب إضافيين اللي هم يعتبرون الفريق نقدر نسميه المتدرب، أي تدرب هذا الفريق للانضمام إلى الفريق الوطني الرسمي في السنة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يعني الكفاءة العالية من الطلاب عشان ينضمون للفريق الأول. إذا بنتكلم عن المخيم، وكم دولة ممكن أن يتناظرون معها، ولا هناك ناس معينين من سلوفينيا يتناظرون معهم كتدريب قبل البطولة العالمية؟ هو في أكثر من دولة طبعا مشاركة في سلوفينيا، هو مثل أي مخيم يعني تم طرح إعلان، وفي دول تقدمت على أساس أنها تشارك في هذا المخيم، من بينها كانت دولة قطر. سلوفينيا طبعا من الدول الرائدة جدا في مجال المناظرات، وفيها مدربين جدا متمكنين من التدريب وإعطاء الملاحظات للطلاب، وأيضا قربها من كرواتيا، فأكيد بيكون هذا في إضافة للطلاب. نعم. زين، أنتوا شو محضرين حق الطلاب قبل المشاركة في هذه البطولة العالمية؟ طبعا كان في تدريبات مكثفة، هم بدأوا تقريبا من سنة بمرحلة الاختيار، تم اختيار الطلاب وعمل اختبارات لهم لمعرفة الطلاب للدخول في هذه البطولة. طبعا خلال هذه السنة خذوا تدريبات مكثفة للوصول للبطولة، أيضا شاركوا في البطولات المحلية التي أقيمت في دولة قطر، تنافسوا مع طلاب في نفس مستواهم العمري، وتنافسوا أيضا مع الطلاب في المرحلة الجامعية على أساس أن يرتفع مستواهم. بعد رجعتهم إن شاء الله من المعسكر راح يكون في تدريب مكثف أيضا وبشكل يومي، يعني بنعذبهم شوي لمدة 2 أسبوع لين ما يروحون إن شاء الله البطولة في كرواتيا. إن شاء الله بإذن الله، والله يوفقكم. زين، خلنا نسلط الضوء على نقطة جدا مهمة. يعني أكثر الناس يعتقدون أن مركز مناظرات قطر حق فئة عمرية معينة ولا مرحلة معينة، لكن أنتوا جميع المراحل تستقبلونهم من الابتدائي لين الجامعي وحتى بعد الجامعي. لكن كلمينا شن هي التدريبات والدورات اللي تعطونها من الابتدائية؟ الابتدائي نعطيهم طبعا مهارات تناظر. في البداية احنا ظنينا أنها بتكون الفئة يعني فئة صعبة نوعا ما، لكن مع التدريب اكتشفنا أنها فئة جدا سهلة، لأنها تتقبل الرأي الآخر أكثر من الكبار. وهذا أحد أهداف المناظرة، أن أنت تتقبلين الرأي الآخر في نفس الوقت تطرحين وجهة نظرك. فكان التعامل مع المرحلة الابتدائية تعامل جدا رائع. بدينا طبعا مع مناظرات اليوم الوطني من 4 سنوات تقريبا، بعدها دخلنا كأحد البطولات المحلية الثابتة في مركز مناظرات قطر، فئة جدا جدا جميلة. أن تشوفيهم بهذا العمر ويكون عندهم هذا الفكر، أن يروحون يسألون أهاليهم إيش رايكم في هذا الموضوع عشان هم يجهزون حججهم، هاي الشيء وايد وايد حلو، وايد
ينمي أيضا في شخصية الطالب نفسه، أو نقدر نقول الطفل في هذه المرحلة. يعني أنتوا تعطونهم يعني كواجب ولا هومورك يعني موضوع، وانتم روحوا ابحثوا عنه وطلعوا عنه هالامور بالضبط. بعد الطالب نفسه يكون وجهه نظر تجاه هذا الموضوع. يعني مثلا في احد المواضيع اللي جدا جذبتهم موضوع الامتحانات، هل هم مع الامتحانات او ضد الامتحانات؟ احنا توقعنا ان الكل يكون ضد الامتحانات لانه ما يحبون يعني يدرسون، او ان الضغط النفسي اللي يصير قبل فتره الامتحانات. مع كثرة المناظرات اكتشفنا أن في طلاب مع الامتحانات عشان يعرفون تقييمهم، يعرفون أنهم قدموا أداء يعني جيد في هذه المادة. بعدين مستوى الفهم للدروس والمواضيع بالضبط. شيء جميل لما تشوف عيوننا متجهين لهذه النقطة، خصوصاً التعليم يعني شيء صح. كبير يعني بالنسبة لهم وبالنسبة لنا بعد أيضاً. مركز مناظرات قطر يدعم جميع المراحل. إنزين شنو هي المرحلة اللي ممكن أنه يدخل الفريق الأول، ولا أنه يكون يستحق هذا الفريق، ولا ما في مرحلة معينة؟ دخول الفريق الوطني تقصدين؟ أيوة. تقريبا من نهايات المرحلة الإعدادية وصولا طبعا إلى ثالث ثانوي، هي لأنها بطولة مدارس فما نقدر ناخذ طلاب أكبر. نهيهم طبعا من بداية المرحلة الإعدادية، لكن ممكن يدخل الطالب عندنا من تقريبا صف ثالث إعدادي إلى صف ثالث ثانوي للمشاركة في الفريق الوطني. طبعا أحب أنوه بالنسبة للفريق الوطني جدا جدا يصقل مهارات الطلاب، وأقدر أقول أمثلة من الأمثلة اللي إحنا فخورين جدا فيها، مثل الطالب طارق الحمادي. طارق كان أحد أعضاء الفريق الوطني، ومن سنتين كان أول محكم قطري يشارك في البطولة. فما شاء الله عليه، يعني وايد طور من نفسه من متناظر وصولا إلى محكم. وعندنا أمثلة طبعا كثيرة على الطلاب اللي قدموا، بعضهم صاروا مدربين للفريق الوطني، بعضهم صاروا يشتغلون معنا في مركز مناظرات قطر بشكل تطوعي. ما شاء الله عليهم، يعني تطوروا، مع أن الهدف في البداية كان دخولهم الفريق فقط، لكن طوروا نفسهم أيضا في مجالات أخرى. زين شنو البطولات الداخلية اللي ممكن يشاركون فيها؟ طبعا احنا عندنا الدوريات المحليه للمراحل كلها، الابتدائي والاعدادي والثانوي، وايضا عندنا البطولات الوطنيه نقدر نسميها، وايضا في البطولات الخاصه بالمرحله الجامعيه. بالنسبه للفريق الوطني احنا نركز عليها اكثر لانه هو يكون ممثل لدوله قطر، فندخل البطولات الخاصه بالمدارس وندخل ايضا البطولات الخاصه بالجامعات. نعم، نرجع للبطوله العالميه. يعني أهمية هذه البطولات لنشر ثقافة المناظرات؟ طبعا هي مثل ما ذكرت هي من أقدم البطولات في العالم، الناس صار لهم سنوات يشاركون فيها، من كانوا طلاب حاليا هم منظمين في هذه البطولة. البطولة جدا جدا جميلة للتعرف على ثقافات الدول الأخرى، للتعرف على وجهات نظر أخرى، أساسا الطالب يعرف أن في وجهة نظر أخرى غير وجهة نظره هو. في نفس الوقت هو يشرح حججه، يشرح وجهة نظره أو نظرته هو شخصيا أو نظرة دولته لموضوع معين. بطولة جدا مميزة لمعرفة الثقافات الأخرى، التعرف على صداقات أخرى، أن يكون عندهم أكثر من نقدر نقول مصدر لمعرفة مهارات التناظر في دول مختلفة. فالبطولة هذه جدا تساعد الطلاب طبعا على الانفتاح، على التعرف على أصدقاء جدد، على أيضا الاعتماد على النفس. يعني في كل فريق وطني أو في كل بطولة يكون في قائد للفريق، فهذا القائد هو يكون مسؤول عن بقية أعضاء الفريق، في نفس الوقت أنه يكون في توزيع للأدوار بينهم. فجدا هذه الرحلة بتساعدهم أيضا في صقل شخصيتهم ومهارات أخرى غير عن مهارات التناظر. نعم. زين إذا بنتكلم عن معايير اختيار الطلاب طبعاً للفريق الأول، شنو هي المعايير اللي ممكن تتوفر في الشخص عشان أنا أقدر أضمه للفريق الأول في البطولة الجاية؟ طبعا بالنسبة للدخول للفريق الوطني يكون على عدة مراحل. في البداية يكون في إعلان لجميع الطلاب، نبدأ نشوف الناس المقدمين للدخول للفريق الوطني، نقرأ سيفياتهم، نعرف كل شخص شنو ذكر عن نفسه كنقاط قوة أو نقاط ضعف. بعدها تبدأ مرحلة المقابلات الشخصية، وفي النهاية يكون في اختبار. الاختبار يكون طبعا بإشراف من مدربين المركز وأيضا مدربين عالميين، أساساً نعرف من الطالب اللي ممكن يكون مهيئ لمعرفة مهارات التناظر والدخول في الفريق الوطني. هذا موضوع جدا مهم وأساسي. اختي عاشر النصف، رئيس قسم البرامج التعليمية بمركز مناظرات قطر، الله يوفقكم إن شاء الله، ومنها
الأعلى إن شاء الله. وجزاكم الله خير على دعم شبابنا بإذن الله. كل الشكر لكم، يعطيكم العافية. وختامها مسك معك صراحة. مشاهدينا ومستمعينا، وصلنا معكم لهاية حلقتنا لليوم من الصباح رباح. لأي استفسار أو اقتراح تواصلوا معنا عبر موقعنا ظهر أمامكم أسفل الشاشة، ونشوفكم بكرة بإذن الله. مع السلامة.